شوف يا مالتي، كل واحد فينا ليه ماضي بيطارده، ومهما حاول يهرب تلف الايام ويرجع يطارده تاني، وكل شيء بأوانه. اللي تؤمر بيه ما عليك. الظاهر انك هترجع تلبس الجوانتي تاني وتفتكر ايام زمان. افتكر ونلبس. رومانا غلطت اول مره وسامحتها. انت عارف الغلطه التانيه عندي بقد روح. حصل ما عليك. مش عايز ابقى لها اثر لا هي ولا اللي في بطنها. عايز الحكايه دي تحصل من غير دوشه ولا شوشره. عايز اغمض عيني وافتحها ما لهاش. الحكايه دي لازم تحصل بايدك. غير طرف ثالث. خلصت الحدوته يا رمانه. بح خلاص. هذا وما فيش مفر منه. لو تحط ايدك في كبس الكهرباء. أنا لو كنت خالية ولا يهمني، ولو كان نزل الدنيا كنت هبوس إيدك عشان تقتلنا أنا وتسيبوها. الأمر جاي من فوق يا رمانة. بلاش بلاش يا مات، إحنا ولاد كار واحد. سامحيني يا بنتك، ما تخافيش يا رمانة، أنا مش هأذيكي. أنا بس هقتلك. اعملي يا رمان؟ هقتلك يا مرض. ايه يا رمان؟ احنا ولاد كار واحد. تغور يا ابن الكلب. الله يسامحك يا رمان. السلام ورحمة الله وبركاته. اه دكتور، عملت اللازم؟ طبعا، أول ما الزوز جاب لي العينات عملت اللي أنت قلت عليه بالظبط. حلو، والنتيجة؟ البني زي ما قلت معاليك، نفس الخلطة بتاعتنا،
شوية بينك على شوية عيش، وطبعا ما فيهاش أي حشيش. والأبيض؟ مهروش أبو كوسين المهرول، متشعرة بماكس فورد وعليها شوية نشا، وطبعا اللوجو بتاعنا متقلد بنفس الخط بالظبط، وعلامة الكف متقلدة. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، خلاص الغش بقى عيني عينك كده. الفراولة ناقصة عليك، وعشان كده هرشوا الأبيض المهرول. الناس خلاص يا فندينا قلعت برقع الحيط. البودرة سوقها نايم زي ما عليك عارف، عشان سعرها بقى غالي والرجل خفت عليها قوي. بقى الخلطة دي جر رجل اللي يطلبها، مزاج الكيمياء واكل اليومين دول، وزبون الفراولة لما يجرب أبو حسين مش هيسلاها. الله يخرب بيوتهم، عايزين يدمروا دماغ العيال. بقى أنا أتعب وأشقى وأعمل لهم من طلب العلا عشان الواد ولا البيت لما يصطبح الصبح مسكارة يقوم يذاكر بمزاج، يجوا هم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام انت يا دكتور. بعد اذنك يا معلم خميس. شايف الناس؟ شايف الناس يا زوز؟ الدكتور ده كام يوم في المعمل؟ يوم واحد بس. حلو الدكتور. حلو. طيب حسبي، وتبعت رسالك للمعلم الدهاب تقول له افندينا عزمك على اكلة سمك. افندينا عزمك على اكلة سمك. انت وكل حبايبك من فوق لتحت، من فوق لتحت. يتوب علينا ربنا. امر افندينا. شبكة بتترمي وانت ونصيبك. البحر واحد والسمك أشكال. سبحان الله، قادر على كل شيء ونعم بالله. والرزق يحب اللمة، واللمة يعني الصحبة، والصحبة ما بتحلاش غير بأكلة سمك. سلو بلدنا بقى. بسم الله، بألف هنا. معلمين السواحل وخط الجناح، ومعلمين سينا والدلتا، ومعلمين الصعيد، الكل جاك يا فندينا حسب الطلب. حبايبنا فوق وتحت. احنا صحيح متفرقين على الخريطة، بس المزاج واصل للود ومقرب البعيد. واحنا جينا عشان نسمعك ونوزن الكلام. تسمع كلام رزين بعون الله بالهنا والشفا. السوق لم يا رجالة، السوق لم، والرخيص ريحته فاحت، والضرب بقى تحت الحزام، والقار بقى أوسخ بالسياسة. عشان كده التطهير بقى فرض علينا. بتفكر في ايه يا خميس؟ اقول لك بفكر في ايه. كل جمبري وانا بقول لك بفكر في ايه. زي ما القعده دي، اتفضل يا معلم، محزمه البلد من فوقها لتحتها، عايزين كمان نحزم السوق ونمسك لجامه، ونخلص من الرخيص، ونرجع المزاج الاصلي بتاع زمان. رجعوا لناسه مزاج الخير. اتفضل يا معلم. تسلم. مزاج الخير مش ختم بيتضرب وخلاص، لا، دي ماركه مسجله. مسجله، ماركه مسجله زي اي ماركه، بتضمن للزبون الجوده بتاعت المنتج والبضاعه دي. ومش شويه وساخ كبير سلم هيعكروا حليب افندينا. الله الله يفتح عليك يا معلم دهان. تسلم. الله يفتح عليك. عشان كده انا بقول انه من النهارده مفيش ولا جرام ولا حبايه هتنزل السوق الا بتصريح مني. وده عمره ما هيحصل الا وانا متغطي دفيان باخواتي الكبار. ولا يا معلم دهان؟ احنا اهلك وعزوتك ورجالتك وقت اللزوم. من شوية صبيت يا معلم. الفاتحة على اللي يخون العيش والملح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتقول ايه يابا؟ ده نتبعها بايديا دول. اه
أنا مش عاوز أقول لك من بدري عشان ما تهبلش الهبل اللي أنت بتهبله ده. اركز شوية يا ابني. أركز إزاي يا معلم وأنا بسمعك تقول كلام زي ده؟ يا ابني اركز عشان نعرف نفكر. مطر ما هي سوريا وبعد اللف اللي لفيته ده أكيد رقد على كتير. وهي دي فيها تفكير يا حاج. أنا أخد بعض دلوقتي وأروح أجيبها من شعرها وأعلم على وش اللي خلفوها تلات وحي. تقوم تقري وتعترف وتقولي راحت الخميس تعمل إيه؟ دي مراتي يا حاج، مراتي. ما عشان مراتك لازم تركز عشان نقدر نفكر، وإلا هنلاقي نفسنا لابسين في حيطة، فهمت؟ أديني أهدى يا حاج، أديني أهدى لما أشوف آخرتها إيه؟ قول لي يا حاج قول لي أعمل إيه وخلصني. حاضر، هقول لك لأجل ما نخلص خالص. وحياة أبوها هنكون سحالها ومسففها تراب البلد من بيتهم لحد هنا. بالراحة عليها يا خميس، البنت حبلة وبطنها مليانة. دي سرقت ابني ياما، والمصحف لا شرحها قصاد أبوها. الحقنا يا فندينا، الحقنا. في إيه تاني؟ البنت بس اللي شغالة مع رمانة. مالها؟ الحق يا سي خميس، خدوا رمانة، قتلت المال والحكومة خدتها. سيء عليك النبي تلحقها، دي بلاش بتضيع قد غيرك. إيه يا بنت الكلام اللي أنت بتقوليه ده؟ بركة يا جامع خدت الشر وراحت. انت يا بنت الكلام ده حصل امتى وازاي؟ الحكومة جت خدتها والمحامي اللي اسمه بدران كان معاهم. رمانة قتلت المرض. بدران ايه اللي كان معاهم؟ هيقتلونا. طب ليه احنا عملنا ايه؟ أنا سمعت المعلم نوح بيقول لبراءة إن أول ما عينين الحكومة تغفل عنك هيتويكي في حتة محدش يعرف فيها أي حاجة عنك ولا حد يخلصك. يا لهوي ليه؟ أنا عملت إيه؟ هيودوني فين؟ أنا عارفة بقى، ده أنا كمان حاسة إنهم هيغدروا بيا. وكل ده ليه؟ عشان أنا عايزة أخد دار جوزي وهم رافضين عشان مصلحته. يا نهار أسود منيل، طب والعمل؟ يعني إحنا كده هنروح فطيس؟ مش عارفة بقى، ده إحنا حتى لو حاولنا نهرب كلابهم محوطة المنطقة كلها. دول محاطين الفيلا من كل ناحية. يبقى بقى مفيش حل غير انك تحطي ايدك في ايدي. انا يا ليك يا ست مطر اللي انت تقولي عليا انا ماشيه على طول. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ايه؟ قتلت المالت؟ المالت بيضون صاحب الكباريه اللي كانت شغاله فيه بقى لها فتره. كانت؟ ليه؟ هي سابته؟ سابته شويه وبعد كده رجعت له، وقعت من طولها وهي بتقدم النمره بتاعتها، وبعد كده ما رجعتلوش تاني. مش البنت دي بتاعت افندينا؟ ولفت شوية على براءة وبعد كده سلمته الخميس فقضيت شروح في قتل. اسمع يا علي، أنا عاوزك تتبالي تحيات القضية دي بنفسك. عاوز أعرف عنها كل صغيرة وكبيرة. تحت أمرك يا باشا، بس إيه علاقة قتل رقاصة لصاحب كباريه باللي إحنا فيه ده؟ كله شمال يا علي، كله شمال ومنفذ على بعضه. افتكر نفسه مستخبي يبقى غبي، عشان كل العيون شايفاها. رمانة زي صعبات، الاتنين غلابة وسط ناس ما بترحمش. واحدة كان نفسها تضل راجل خلي بيها، والتانية شالت في بطنها حتة من الراجل ما حسش بيها، وفي الآخر قتلها. المالت كان سكينة في ايد الباشا، والباشا مخ في راس افندينا، وكله مفتح على بعضه. خميس، العمروزي هو اللي بعت المالت الرمانة صح؟ وانا جريت عليها عشان الحقها، قلت احميها وارمي المالت في السجن يمكن كفر عن ذنوبي. خدت النجلة معايا، اكتشفت اني بسلمها بإيديا للبوليس، وهي بصالي بعينيا مش فاهمة انا معاهم بعمل ايه. انت اللي بعتني العمروتي وقلت له ان رمانة حامل؟ زي ما انت بعتها يا خميس، وبعت ابنك لما مرتها تنزله قصدي تقتله. كلنا بنبيع يا خميس،
احنا في سوق مزاده مفتوح واللي يدفع اكتر بيشيل. كان كان هقتلك يا بدران، هقتلك. اقتل اللي جواها، مات من زمان وماتت معاه كل حاجه. اللي قدامك ده جثه مستنيه اللي يدفنها. عارف ليه؟ عشان انا بقيه من زباين مزاج الخير. مزاج الخير يا فندينا، مزاج الخير. هو فين؟ هو فين الباشا عبد الرسول؟ يا عمروتي! خميس؟ في سلو بلدنا. اللي تسيب بيت جوزها وتخرج عن طوعه ملهاش دية. بقول لك وطي صوتك وبلاش فضايح. اوعي تكوني فاكرة العيال اللي بره دي هيحموكي مني ولا الغندورة ابوكي. فوقي لنفسك! انت مرات خميس يا فندينا! وطي صوتك يا خميس. وكتاب الله، لولا اني خايف على اللي في بطنك لكنت خليتك تتمني لو اتولدتي من غير لسان. ليه بقى؟ عشان حطيتك قصاد روحك؟ وعرفتك ان خاين ومش قد الوعد اللي وعدتهولي؟ اقولك انت ايه؟ راسي! اضرب اضرب كمان يا خميس، وما تخافش على اللي في بطني، عشان اللي في بطني خلاص. يعني ايه خلاص؟ نزلته يا افندينا. خميس عدى كل الخطوط الحمراء، هد كل اللي بنيناه عشانه، وما سمعش اي نصايح. خميس a dépassé toutes ses limites. Il a refusé nos conseils. Il a détruit tout ce qu'on a construit pour lui. C'était toi qui l'as choisi. انت اللي اختارته. كنت فاكره قوي، طلع قوي بس عشان اللي حواليه ضعف. انا بعتذر. Je crois qu'il était plus intelligent, plus fort, mais sa force apparemment venait de la faiblesse de ceux qui sont autour de lui. Je suis désolé. Et le travail? هو الشغل. هنزود كمية ترامادول، السوق عطشان، هيستوعب أي كمية ننزلها. On va augmenter la quantité de tramadol dans le marché a soif et il va absorber toute quantité qu'on va donner. On va bien travailler. Et Afandina? Oui, Afandina. Finito la musica. Basta la fiesta. Basta la fiesta. Finito Afandina. تمام يا فندم. خير يا اسف، ما دام طلبت تقابلني يبقى عندك جديد. ده حقيقي يا فندم. خير ان شاء الله، اتفضلوا. بصراحه يا فندم انا جاي استاذن سعادتك في انك تصرح لي مجموعه افراد ذات مواصفات خاصه وما يكونوش محروقين بالنسبه لتجار السوق. مواصفات خاصه ازاي يعني؟ يعني مواصفات بدنيه وذهنيه لاقتحام مكان سري. بس ده يا فندم مش بشكل رسمي. ايه الالغاز دي يا اسف؟ ما تتكلم بوضوح. فرصة يا فندم وجات لحد عندنا، واعتقد ان احنا لو استغلناها صح هنقدر نوصل لحتن السوق اللي مغلبنا بقالهم فترة دول. فرصة ايه دي بقى؟ خلطة موزونة وبكر، بس انا تعجبني الخلطة دي اكتر يا معلم. يا باشا الابيض غالي قوي والفراولة شح على الآخر، ضربنا الخلطة دي عشان نسد بيها البقاء. ضربت الخلطة ولا ضربت فندينا؟ ما هو مستقب معاليك ومضايقة على الكل. بس الخلطة دي ما تربيش زبون يا معلم. ليه يا باشا لا مؤاخذة يعني ما تربيش زبون ليه؟ لأن اللي هيدوقها هيزمل المالت في تربته. يا باشا احنا شوف يا معلم، انتوا دخلتوا السكة الصح بس لسه ما خططوش العتبة، حبة حبة هتخطوا. ايوه يا باشا، يعني حبة حبة لغاية فين؟ في بودرة بيور جاية، سكت جاية لناس تانية غيركم، أنا حرسي العطا عليكم، بس دي مصلحة بروحين. بروحين؟ يعني إيه بروحين يعني ولا مؤاخذة؟ البودرة دي بيور جاية على أبوها، مش مخلوطة. نصها هينزل السوق. النص التاني بقى في مكان أنا جايبه لسه نوفي من الصين. البودرة دي تخش المكان ده تطلع برشام من الناحية التانية. نصه هيتطحن والنص التاني يتباع برشام زي ما هو، فهمتوا؟ فهمنا. ايه اللي فهمنا؟ ده احنا لازم نفهم يا باشا. طب لا مؤاخذه يا باشا، يعني وافندينا؟ افندينا مين؟ افندينا
اللهم اجعل نفسي نفسا طيبة مطمئنة ترضى بلقائك وتقنع بقضائك. اللهم اغفر لي ذنوبي وكفر لي عن سيئاتي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبعدين يا براء هتفضل على الحال ده كتير؟ مش شايف ان تصرفاتك بقت غريبة قوي؟ حبستي في البيت ليل ونهار وكلابك اللي انت طالقهم حوالين البيت وسهرك كل ليلة ايه؟ الكلاب اللي انا طالقهم دول يا حبيبتي انا طالقهم علشانك. علشاني انا؟ عشان يحموكي. طب ما تقولي كده يا براء في ايه في دماغك يمكن افيدك. يعني انا لو قلت لك يا مطر هتقولي لي الصراحه؟ كنت عارفني رقبتي. رقبتك يا حلاوه رقبتك يا جمال رقبتك يا طعامه رقبتك. في ايه يا براء؟ في ايه؟ هتخنقني؟ ما تخافيش يا حبيبتي عايز احضنك عشان ابوسك عشان نبدا الاحتفال. احتفال بايه؟ هو انت ما قلتيش؟ هو انت ما عرفتيش؟ السوق بيشغل مطره الف من لوطار عند افندينا وكل حالف يرى الفاتحه على روحه. شو هو بس؟ هو وكل اللي اداله تحت جناحه كلهم يا مطر كلهم. انت هتقومي وهتخفي. هتخفي يا فوتنا لازم تخفي. انا مش عيانة عشان اخفي يا خميس. انا غرقانة في بحر غويط طبشت فيه ياما في الاخر رماني على شط بعيد لا تايلة فيه موت من حياة زي ما عشت عمري كله متشعلقة في حبك وانا لا تايلة فيه موت ولا حياة. قومي يا فوتنا قومي ودوسي على كل ده وشبي على ايدي واشيلك على كتفي زي زمان. قومي يا فوتنا خدي كل نفس تطليه من الدنيا واعملي كتب لعم زغلول عشان يباع والناس تقراه. شدي عود ام فوتنا من تاني ردي فيها الروح. قومي يا فوتنا ذاكري وانجحي كملي اللي ناقص فيا. انجح وانا خلاص تعبت ضاع مستقبلي. الله يجازي اللي كان السبب. انا ماليش دعوه. اوعي يكون لك دعوه. أنا خايف عليك من دعوة واحدة زي أمي أو واحد زي أبوي بيقولوا دعوة الغلابة مستجابة. يا رب ما تطولك.
يا رب. حقك يا معلم زاد حبتين. حق في ايه يا معلم؟ سر الخلطه اللي اديتها لنا. خلطه افندينا جابت زبونها في يوم وليله وخيرها رمى كتير. طب ودول يطلعوا كام يا معلم؟ العدد في الليمون يا ست شوق. وبعدين يعني احنا المفروض ما بقاش في بيننا وبين بعضينا الكلام ده ولا ايه؟ دول باين عليهم كتير قوي يا معلم. شو سيبها تفرح يا معلم وتفك عن نفسها. بس احنا الوعد اللي كان بيننا ما كانش فلوسه بس يا معلم نوح. المعلم النوح طول عمره عنده وعد يا معلم ابو سنه. شوف يا معلم، انت اديتنا سر الخلطه وحقها وصلك وزياده حبتين. ينقصنا سر افندينا عشان تركب انت مكانه ولا ايه؟ قال لي هو انت روح له بقى يا معلم علشان نخلص من الليله دي ونفوق لاكل عيشنا. انا اقصد كل خير. هو احنا لينا يا راجل الا الخير؟ وبعدين ابو سنه اقصد المعلم ابو سنه هو اصل مزاج الخير. وعشان ده يحصل يا معلم افندينا يلزمه يمضي الثمره سته من السوق. وساعتها يبقى مبروك على السوق كله رجوع المعلم ابو سنه لي. وشرف امي اللي خليك تتمني الموت. الحقوني الحقوني. الحقك صرخي صرخي. عايز ابوك يسمع صريخك من هنا والمصحف اللي خليه يبوس جزمتي عشان اعتقك واعتقلك يا فريده. هقتلك ورمت. ارحموني ارحميني ارحميني. بتقتل ضناها ما تستاهلش الرحمه، تستاهل الموت. وانا هقطع من اسمك نسايل نسايل. زوز امر ما عليك. البنت دي تتحبس، لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا شمس ولا هوا لحد ما نشوف لها تربه ندفنها فيها. لا امر افندينا. يلا يلا يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. البني آدم بطبعه طماع، وأول ما يقعد يهبش الإيد اللي اتمدت له. ليه كده يا خميس؟ ليه؟ ده معاريك اديته فرصة عمره.
بس انا عاوز اسال معاك سؤال، انت ليه مش مسلح رجالتك بدل ما تخلي الكلاب صوتها يعلى وتعوي في بيتك؟ انا مش رئيس عصابه يا نوح. العفو العفو معاك، انا بس خايف. انا مش جايبك هنا عشان تواسيني، انا جايبك عشان ماموريه محدده. وانا خدامك يا باشا. تعمل اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. يلا زوز خليك انت ابراهيم. في ايه؟ في ايه؟ يلا يا متر تعالى معانا من غير عوض. عوض في ايه يا زوز؟ في ايه يا معلم؟ انت ما سمعتش بيقول لك من غير عوض؟ يلا يا البس الشوافه بتاعتك يا خفيف. يلا حبيبي اطلع. انت كمان خف الثانيه. ايه اللي بتعملوه ده؟ الله الله الله. في ايه؟ بن اثبت اركب استلم ابراهيم استلم اطلع مطر. كلمتين ملهمش تالت. تروح لولي نعمتك اللي مشغلك وتقول لو عايز يشوف بنته تاني اللي قتلت ابني في بطنها يوصلني باللي مشغلينه بره ويخلع هو. انت كده بتعادل الكل. الكل مصارينه في ايدي والكل روحه تحت جزمتي، ومن النهارده مفيش بضاعه هتمشي في السوق غير بضاعه افندينا، ومش هسيب خرم ابره لحد من كلابه. السوق تربه مفتوح بقها ما بتبلعش الا للي استقوى ويفتكر روحه فوق قوانينه. خلي غيرك ياكل من وراك. وانت مالك؟ انت يا دوب مرسال. امرك يا فندينا، بس في كلمه لازم تسمعها. ارغي في المري. جلسه رمانه بكره، روح لها المحكمه وقف جنبها عشان حتى بالمرة تطمن على ابنك. ابني هي ما نزلتوش؟ امال هي مش عايزة تقابلك طول الفترة اللي فاتت دي ليه؟ استخدم عقلك صح مرة بقى يا أخي، يمكن تشوف اللي أنت مش قادر تشوفه.